الحقيقة يعني مؤتمر في غاية الأهمية، عشان كده لسه مستمرين في الحديث عنه عن أسبوع مياه القاهرة. معانا على الهاتف الدكتور هشام العسكري، أستاذ علوم الأرض والاستشعار عن بعد بجامعة شاد مان يونيفرسيتي بالولايات المتحدة الأمريكية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك، تحياتي ليك وللجمهور. صباح الخير يا مصر. في البداية عاوزين نعرف بس من حضرتك، شايف إزاي تنظيم مصر لأسبوع القاهرة للمياه؟ تمام. هو طبعا حضرتك زي ما حضرتك تعلم ان 2021 بتشهد النسخة الرابعة من اسبوع القاهرة للمياه، وانا شايف ان اسبوع القاهرة للمياه اصبح منصة دولية، لان هو اوريدي يعني حاز على التجاوب وشكل منصة إقليمية ومنصة محلية لكل المهتمين بالموارد المائية وكل المهتمين بعلوم المياه. فهو أصبح دلوقتي عمل نقلة نوعية، إنه أصبح مكان إن الناس ترتقي فيه على مستوى دولي. من الاتحاد الأوروبي ناس موجودة، من أفريقيا، من الوطن العربي، من أمريكا، فأصبح مكان ملتقى للحوار عن كل ما هو منظمات مجتمع مدني ومنظمات دولية، كل يعني الأطراف المعنية بهذا الملف تحديدا بتشارك فيه يعني. بالضبط كده، وده بيخلي أو بيجعل نوع من الزخم في أسبوع القاهرة للمياه، لأن احنا لما نلتقي بجهات مختلفة، نلتقي بأشخاص مختلفة، بعلماء في تخصصات مختلفة، ده بيخلي نوع من أنواع الحوار اللي احنا بنبقى محتاجينه دايما علشان نطلع على كل ما هو جديد، ننقل خبرات من واقع الشغل اللي احنا بنعمله مثلا في دول اخرى او في اماكن اخرى وابحاث، وبنبتدي ان احنا ازاي ان احنا نقدر نطبق الكلام اللي احنا بندرسه بره او بنعمله بره، ازاي ان احنا نقدر نطبقه هنا على الارض المصريه، وازاي ان احنا نقدر نساعد بشكل او باخر. ايه اكتر حاجه لفتت نظر حضرتك يا دكتور في مؤتمر القاهره للمياه؟ والله هو كل سنه الصراحه، او في يعني في كل نسخه بيبقى دايما في نوع من انواع الاهتمام بمحور محدد. السنه دي يمكن حضرتك تجدي من اللوجو او من الموتو بتاع المؤتمر، احنا بنتكلم على الزياده السكانيه، بنتكلم على الفرص، بنتكلم على التحديات. احنا طبعا العالم كله بيشهد موجه كبيره جدا من التغيرات المناخيه، ويمكن الوعي اصبح اكبر، لان التغيرات المناخيه ده شيء كان بيحدث من زمان، واحنا يمكن نكون اتكلمنا فيه في يعني في اكتر من مجال، ولكن حتى انا لما كنت بتكلم على التغيرات المناخيه مثلا منذ عده سنوات، ممكن يعني ايه ما كانش الواحد بيأخذ باخذ الجد على مستوى حتى المواطن العادي، ولكن دلوقتي العالم كله بيشهد تغيرات مناخيه مضطرده. حضرتك بتجدي اماكن كثيره جدا على مستوى العالم بتشهد موجات تصحر شديده جدا، موجات ارتفاع شديد جدا في درجات الحراره، انخفاض شديد جدا في درجات الحراره، امطار شديده جدا، فيضانات، نقص مياه في اماكن اخرى. فاصبح في نوع من انواع الشاذ، او احنا بنسميها كلمه انوملي، يعني في نوع من التطرف في الاحداث التي تحدث. ويمكن الناس احيانا بيحصل عندها خلط، او بتجد لما يقول لك مثلا والله انا درجه الحراره بتتناقص في الاماكن ديت او في الدول ديت، ده حتى القاهره كان بتشهد موجات صقيع وفي ثلج، فازاي انت بتتكلم على تغيرات مناخيه وعلى احتباس حراري واحنا بنشهد اصلا انخفاض درجات الحراره؟ ده نوع من انواع التغير في المناخ برضو عندنا يعني. بالظبط كده، ولكن هو ده الخطا او الخلط اللي الناس بتقع فيه دايما، ان هو يعني لا يحدث تفريق ما بين المناخ والطقس. فممكن الناس مش فاهمه ان التغيرات المناخيه بتؤدي الى شده او بروده، او في نوع من البروده القارصه او نوع من الحراره القارصه، يعني كل حاجه بتخرج عن النور، وده بيؤثر بشكل دايركت جدا او بشكل مباشر على الموارد المائيه. فعلشان كده احنا بنشهد في اماكن كثيره جدا في موجات كبيره جدا من الفيضانات، ان في امطار غزيره، وفي اماكن اخرى بيحدث فيها نوع من انواع الجفاف او الجفاف الممتد. ومن هنا جاء الاهتمام بالموارد المائيه اكثر في مصر، لان طبعا زي ما حضرتك عارفه ان مصر تعتبر يعني من اكثر الدول جفافا، ان لم تكن اكثر الدول جفافا على احنا عندنا رقعه صحراويه كبيره، وكمان ما عندناش امطار تقريبا غير في فصل الشتاء، وبتبقى شهور قليله جدا يعني. قليله جدا كميه الامطار او كميه المياه المتجدده، قليله جدا. حضرتك عندنا 97% من الموارد المائيه المصريه تعتمد اعتماد كلي على نهر النيل او المياه العابره للحدود، وال 3% الاخرين هم تتمثل في عمليات الامطار، المياه الجوفيه، تحليه المياه، اعاده التدوير، اعاده الاستخدام، كل المشروعات العظيمه اللي احنا نشهدها الان، كل ده بيندرج تحت هذا البند 3%. ومن هنا جه الاهتمام بنهر النيل، وكان طبعا زي ما حضرتك دكتور
دكتور خلينا اقول لحضرتك ان فكره ان العالم كله بيتحدث ان فكره الحرب القادمه مش هتكون حرب طاقه زي ما كان المفهوم التقليدي اللي موجوده، هي حرب مياه في المقام الاول. عشان كده عاوزين نعرف من حضرتك بقى نصيب الفرد من المياه دوليا، يعني هل ممكن حضرتك تدينا ترتيب كده لاحصائيه لاكثر الدول يعني في نصيب الفرد في المياه؟ والله حضرتك لو يعني لو طلعت على عده منظمات دايما بيتكلموا على الفقر المائي. الفرد لما 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 يكون حصه الفرد الواحد بتصل الى حوالي مثلا 1000 متر مكعب او اقل قليلا، ده بيعتبر في حد الفقر المائي. احنا في مصر وصلنا حصه الفرد الواحد يعني لا تتجاوز ال 560 متر مكعب من ميه في العام. ده بس كترتيب مع الدول يا دكتور، يعني مصر في الصداره كترتيب مع الدول. لا مصر يعني اعتقد هي ممكن تكون من افقر الدول مائيا على مستوى العالم كله، يعني كل شمال افريقيا اصلا عندها مشكله كبيره جدا في ندره المياه، حتى اصلا يعني ناس وكاله الفضاء الامريكيه منذ عده سنوات حوالي في سنه 2016 بالضبط احنا كنا طلعنا صوره قمر صناعي لقمر اسمه جريس، ده قمر بيقيس يعني شذه الجاذبيه. المهم خلصت الدراسه ديت ان العالم او شمال افريقيا وجنوب اوروبا بتشهد أسوأ موجات فقر مائي وجفاف على مدار ال 900 عام السابقة. يعني احنا بنتكلم على دي مشكلة قديمة مش حاجة جديدة، يعني هي أكثر فترات اللي مر عليها شمال أفريقيا وجنوب البحر المتوسط أو جنوب أوروبا يعني كجفاف. وطبعا يعني ومن هنا كانت كلمة الرئيس فخامة الرئيس امبارح ودولة رئيس الوزراء كانوا بيتكلموا دايما على إيجاد حلول، إيجاد المشروعات القومية الكبيرة اللي بتتمها الآن. صحيح. كمية الاستثمارات الضخمة اللي الدولة بتحطها في الموارد المائية، وده طبعا شيء محمود، ولكن احنا مش بنقول كده علشان احنا بنجد شيء يعوضنا عن نهر النيل. نهر النيل لن يتم التقصير او لن يتم الاستغناء عن فترة واحدة من نهر النيل، احنا محتاجين موارد اخرى الى جانب نهر النيل، ده احنا محتاجين حصة اكبر من نهر النيل، وده اللي المفروض احنا نبتدي نفكر فيه. ومن هنا جه الاهتمام في موضوع السد الاثيوبي اللي هو يعني في مرحلة الانشاء الان، ويمكن الدراسات اللي احنا بنعملها او اللي احنا بنتقدم فيها في اسبوع القاهره للمياه ان احنا بندرس او بنشوف حاله هذا السد من جهه الامان ومن جهه الستابيليتي، وان شاء الله لينا بحث تم تحكيمه وتم قبوله للنشر هنتكلم فيه ان شاء الله يوم الخميس القادم في اسبوع القاهره للمياه. وده اللي اكد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته، ان يعني مساله المياه بالنسبه لمصر ونهر النيل تحديدا امر في غايه الاهميه ويجب الحفاظ عليه وعدم المساس به بشكل عام. يعني خلينا اقول لحضرتك يعني كلمه يعني ايه، يعني هي دي الخلصه اليها الامر. يعني احنا خلينا نقول ان مصر تساوي نهر النيل. صحيح. بدون نهر النيل مفيش وجود، مفيش، اصبح نهر النيل مش مساله رفاهيه. يعني احنا مش بنتكلم على رفاهيه الحياه الكريمه او الحياه الافضل، لا احنا بنتكلم على الوجود في حد ذاته. اي تناقص في حصه مصر المائيه من نهر النيل ده هيكون ليه اضرار كارثيه على مصر. ان احنا يحدث تناقص في الموارد المائيه من نهر النيل ده شيء غير مقبول ولن يحدث. وده اللي اكد عليه طبعا السيد الرئيس، انه مش مقبول تماما ان حد يجي على يعني نهر النيل وعلى حق المواطن المصري. كل الشكر الدكتور هشام العسكري استاذ علوم الارض والاستشاره عن بعد بجامعه شابمان بالولايات المتحده الامريكيه.